معنا الان احد الطلاب اللي وصلوا من اوكرانيا عبر رومانيا، الان هيعرفنا بنفسه. السيد عبد الدائم الحسيني من اسوان، سنه ثالثه بدرس في جامعه كرازن خاركوف. الحمد لله اتحركت. تجربتك والحدث، تجربتنا ان احنا قطعنا مسافه بما يقارب 2000 ل 2800 كيلو متر ما بين المدينه بتاعتنا في اقصى الشرق الى مدينه بوخارست في رومانيا. واجهنا صعوبات في البلدين، بس الصعوبات كانت في البلد الاول كانت هي الاصعب، عشان احنا كنا متحركين وسط قصف، وسط ضرب مدفعيه، وسط ضرب مشاه، تدخل ارضي، تدخل طيران، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. السفاره بتاعتنا في مصر في كييف عملت اللي عليها، توجهت علينا توجيهاتها مش اكتر، مش حلومهم، احنا عارفين الضغوطات اللي عليهم. اما من ناحيه السفاره الرومانيه، احنا وصلنا مثلا الساعه 3 العصر، اتحركنا الساعه 5 على الطيران بتاعنا. من ناحيه الاهالي الرومانيه والحدود الرومانيه قدموا مساعدات كثيره جدا، فده الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ورجعنا لاهلنا سالمين غانمين، وكل ده بفضل توجيهات السيد الرئيس، ونحب نشكره مره ثانيه. استقبال السفاره ليكم في رومانيا، استقبال كان الحمد لله استقبال كويس جدا، عاملونا كان احنا حسسونا بجد ان احنا لينا سفاره، وباب السفاره لما بندخله بنحس ان احنا برضو قاعدين في ارضنا في مصر، على الرغم ان احنا في بلد غريبه. قعدت كم يوم بقى في بوخارست عشان كده؟ لا احنا ما قعدناش غير 3 4 ساعات بس في بوخارست، وركبنا الطياره بعد على طول. الفوق اللي بعدنا هركب الساعه 11 دلوقتي. شكرا ليك، الله يسلم حضرتك.